القاهره مهتمين جدا زي ما انتم عارفين ان احنا بنقيس نفسنا دايما على المؤشرات الدوليه وعلى المعايير الدوليه، وانا كنت مهتم جدا ان انا اعرف هذه المعايير الداخليه اللي التصنيفات بتشتغل بناء عليها، وكنت مركز في موضوع التصنيفات ده مع الفريق اللي بيشتغل معاه، وكنت بطلب حاجات معينه وكان الاستجابه ليها بقدر المستطاع عند اللي انا بطلب منهم ده. لكن الحمد لله في السنه الاخيره يعني قعدنا اكتر والزمنا الناس اكتر في استيفاء هذه الامور، والحمد لله ده ظهرت نتائجه. من اهم نتائجه التي اسعدتني وسجدت ربنا شكرا عليها دخول 5 تخصصات في افضل 100، دي مساله مش عاديه. فانا بقترح، جات لي فكره دلوقتي، كل المجلات الموجوده دوليا مش المتقدمه بس يبقى في لقاء مع معاليك تراجع معاهم المعايير وتديهم خبراتك المتميزه في جار يعملوا 1 2 3 وياخدوا مهام محدده 1 2 3 بديدلاين، بحيث ان كل مجله تقدر تحقق هذا الانجاز طبقا للديدلاين ده. والمجلات انعكس في الحقيقه في الخبر اللي معالي رئيس الجامعه فرحنا بيه كلنا بتاع شهرهال 100 مركز مره واحده، ده حاجه مش مسبوقه، والرقم اللي احنا وصلنا له ده رقم اعتقد ان احنا كده في مجلات عالميه كتير، جامعات عالميه كتير جدا ما وصلتش للرقم ده، وان شاء الله تحت قياده الدكتور محمد عثمان الخشت مش هتبقى اخر انجاز، ده هيبقى خطوه في سلسله من الانجازات ان شاء الله متكرره ان شاء الله، ويبقى في تكريمات ثانيه ده ان شاء الله تعالى. يعني ما كانش حتى الناس عارفه يعني ايه باك شوت، يعني ايه سايد سكور، يعني ايه يعني ايه، وسعيد انا وفرحان جدا دلوقتي، حاجه مفرحه جدا يصل مستوى المعرفة ومستوى الرغبة في التمويل إلى هذا المستوى، الحقيقة إن يبقى جامعة القاهرة فيها كل هذا التميز الحقيقة المستمر. عايز أشكر سيادتك سيادة الرئيس على كل الجهود اللي عملتها في مجال ده، يعني التعليم بتاع سمعان خلال فترة من الأيام واتذكر ان حضرتك اول ما مسكت الناس في الجامعه في تطبيق ان لو في جناح تاني للبحث العلمي في جامعه القاهره وهو الجناح الخاص بالعلوم الاجتماعيه والانسانيه، كان في اهتمام جدا ان يبقى في نشر دولي لمجله الهيومانيتي والسوشيال ساينس. المجله الان محققه يعني انجازات هائله جدا وعلى الطريق الجار ان شاء الله قريب هتخش في سكوبس. طبعا انا بشكر حضرتك على الدعم اللي بتقدمه لنا والتشجيع الكبير اللي حضرتك قدمته لنا، احنا ان شاء الله احنا دخلنا سكوبس 2020 واحنا دلوقتي المرحله الجايه ان شاء الله يمكن خلال شهر 10 او 11 ان شاء الله نقدم دي الامباكت فاكتور، ان شاء الله يعني متوقع ان احنا ناخد 2 وشويه او اكتر من كده باذن الله. الحاجه الثانيه ان الحمد لله في تصنيف شهرهال احنا قفزنا 50 مره. ما شاء الله ملاحظه، انا نزلتها في السكرين شوت. انا عارفه، طبعا عشان كده بشكر حضرتك على تشجيعك.